القطمون، هذا الحي الذي نحن فيه امتداد لتلك الأحياء التي تشكلت حول السور، ولكن ما يميز القطمون أنه كان للطبقة الأرستقراطية الغنية الفلسطينية التي كانت في داخل البلدة القديمة، وبالتالي أرادت أن تتوسع وأن تبني لها بيوتا على النمط العربي، فرحل عدد كبير منهم وسكن في هذا الحي الذي كان يعتبر تاجا لمدينة القدس ولأسوارها العتيقة، وكان يمدها أيضا بنوع من الغذاء وبنوع من العطاء. ماذا جرى بعد دير ياسين؟ بعدما سمع الناس عن المذبحة بدأ الرحيل، وبدأ الناس يرحلون على أمل العودة، ولكن أية عودة؟ بدأ الناس ينتظرون يوما بعد يوم، وإذا بهذه البيوت تسكن من غير أهلها، وها نحن نشاهد أحد البيوت التي تحمل آية من كتاب الله: الملك لله الواحد القهار. ولكن من يسكن في هذا البيت؟ يسكن في هذا البيت من لا يتقن العربية ولا يعرف هذه اللغة ولا يعرف هذا الكتاب، وما زال أهل الكتاب وما زال الفلسطيني الذي نطق بهذه اللغة ما زال ينتظر أن يعود إلى بيته هذا الذي هو في القطمون.